العوافي واحد مبارك لكل اللبنانيه بالاغتراب وبالبلد الام لبنان. قبل ما نفوت بموضوع فيديو اليوم بدنا نقول يعني مع الاسف الشديد بدنا نترحم على الفنان جورج الراسي وزينه المرعبي مديره اعماله على الحادث الاليم اللي صار له، وهيدا شيء بغض النظر عن كيفيه حصول الحادث، ولكن إجراءات السلامة المرورية غير محترمة بكتير مناطق بلبنان، وهيدا السبب بيعود لعدم الرقابة على من وزارة الأشغال للأسف كمان على التعهدات والمتعهدين اللي بينفذوا هذه التعهدات، لأنه كلكم بتعرفوا من هالك لمالك لقبض أرواح ومساءبة إنه كل مرة بيدفع ثمنها المواطن نتيجة عدم السلامة المرورية اللي عم بتعم بكل شوارع لبنان تقريبا. ما في مفرق إلا ما بنلاقي فيه قلة احتراز وعدم احترام من كان من قبل الناس ولا إن كان من قبل السلطة الرسمية اللي هي وزارة الأشغال. فتعازينا الحارة لأهليهم والله يرحمهم وتكون نفسهم بالسماء. كمان شغلة بدي احكي هيك، بدي اعطي مثل صار معي شخصيا مع الرئيس علي ابراهيم قبل ما يعمل مدعي عام مالي، هون للدلاله على كيف القاضي لما يكون عن جد عم يشتغل بنزاهه وبضميره كيف بيكون وكيف بيتغير لما بتدخل السياسه باي منصب بيترقى فيه، لانه المدعي العام المالي هو المدعي العام المالي تبع الجمهوريه اللبنانيه، بالتالي كل خبريه ماليه بتطلع على الاعلام من المفترض انه هو يتحرك تلقائيا حسب ما بنص قانون اصول المحاكمات الجزائيه، ولكن للاسف بنلاقي وزير اللي هو وزير المهجرين بيطلع بتصريح بكذا حلقه وبيفضح جرائم ارتكبت من قبل رئيس حكومته ولا حدا بيتحرك. وهون نحن عارفين انه المنظومه الفاسده هي عم تحمي هيدي الامور وهي عم تضغط على القضاه، ما في مشكله، بس هيدا الموضوع بدي احكيه بس ليوصل لمسامعه للرئيس علي ابراهيم. من فتره عده سنوات طويله كنت وكيل احد الاشخاص انا بلبنان بالجيش اللبناني، هو معلش هيدا الخبريه بدي اخبركم اياها. بيطلع قرار من وزير الداخليه بوقتها كان ميشيل المر، بيطلع قرار بابطال زواجه باعتبار مفعيل الزواج ابنه غير شرعي، ما بدي فوت بالاسماء. بيجي لعندي هيدا الشخص وهو كان بالجيش، يعني كان القصة هيك باختصار، كان بيو ليطلق امه كان مروني عمل مثل مسني لحتى يطلق ويتجوز مرة تانية، كان الموكل كان قاصر بوقتها، وحسب القانون اللبناني القاصر يتبع حالة الوالد الدينية لما يغير مذهبه، يعني اوتوماتيك ما تلقائيا بدوائر احوال الشخصية بالنفوس مفروض يغيروا له، بس يثبت تغيير مذهبه البي مفروض يغيروا للقاصر، يعني القاصر بدل ما يكون مروني بده يطلع سني بحسب اخراجات الايد. ولكن كمان التقصير بالدوائر الرسميه، ما زلنا عم نحكي عن الفساد والتقصير، ما غيروا له، بقي الولد صار راشد صار ادولت وبقي على اساس عم اخراجات الايد بيطلع انه هو مروني. فات على الجيش وقدم طلباته واوراقه على الجيش على اساس مروني، اتجوز على اساس مروني، صار يقبض مخصصات من قياده الجيش لانه العسكر بيقبضوا، والطبابه والمدارس والمساعدات على اساس هو مروني. هونيك نهار من بعد ما تجوز موكله وصار عنده ولد بيطلع قرار من وزير الداخليه ميشيل المر باسمائه، مع انه ما له علاقه صلاحيا، يعني مش هو اللي بياخذ هيك قرارات، بيبطل يعتبر ان زواج فلان من فلانه باطل نظرا لانه كان لازم يكون تابع حالة بيو المذهبية وقت اللي غير دينه، وبالتالي يعتبر زواجه غير شرعي وابنه غير شرعي. بيجي لعندي هيدا الشاب بيقول لي القصة هيك هيك، بقول له خلص ما بتعطى الهم، هيدا قرار وزير داخلية يطعن به كل قرارات الوزارات تطعنوا فيها بمجلس الشورى الدولي المحكمة الإدارية العليا بلبنان. رحنا على المحكمة الإدارية اللي هي مجلس الشورى الدولي، قدمنا طعن مراجعة طعن بقرار وزير الداخلية لأنه تخطى حدود صلاحياته، لأنه هيدي يجب أن تصدر عن المحاكم الروحية، يعني تابعة للقانون الأحوال الشخصية اللي ما له علاقة أي وزير بالسلطة التنفيذية يتدخل فيها.
بقدمها لمراجعه الطعن بمجلس الدوله، بيجيني تليفون من مكتب وزير الداخليه ميشيل المربي وقته، والضابط ما راح اذكر اسمه اللي دق لي، بدق لي بيقول لي معك الضابط فلان فلاني من مكتب وزير الداخليه ميشيل المر، معك مهله 24 ساعه لتتراجع عن مراجعه الطعن ضد الوزير الداخليه ميشيل المر، والا دمك بصير على الحيطان. بيعلى صوت عليه، بسكر الخط، بروح انا لعند نائب المحامين الله يرحمه بوقتها كان نائب مشليان، بقول له القصه هيك 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 صارت معي. بيقول لي روح تراجع مع هيدا ميشيل المر، روح تراجع عن الملف. قلت له جبنا الأقرع ولا جينا لعند الأقرع ليونسنا، كشف على الأقرع وفزعنا. مهم بلا طيلة سيرة، ما ترجعت، ما في يومين ثلاثة رئيس مجلس الشورى الدولة بوقتها غالب غني بيرد الدعوة بالشكل، قال منه المرجع المختص إداريا لقبول طعن عن قرار وزير الداخلية، اللي هو بالقانون اللبناني بالقانون الإداري بنظام الشورى الدولة كل القرارات والوزراء بينطعن فيها فقط حصريا بمجلس الشورى الدولة. ما بدنا نروحوا للصبي، الصبي موكلة بيخترب بيته بوزارة الدفاع بقيادة الجيش، لازم يرجع يصحح وضعه. ثقة بأنه نفوسه بمنطقة شرق صيدا، رحت لعند قاضي الأحوال الشخصية بمنطقة صيدا، رحنا لعنده قدمنا الدعوة عنده، راحت سنة ونص وما يعني ما في عندي حل تاني، مش صايرة بتاريخ الجمهورية اللبنانية وبتاريخ القضاء اللبناني. الرئيس إلي الحلو كان هو القاضي المنفرد المدني الناظر بأحوال الشخصية بصيدا، بنقدمها عنده للدعوة وبنعمل بتعرفوا تحقيق الأمن العام بخمس محافظات، المختار المحلي، شهود كذا، بتروح القصة تسعة شهور من لحقها بتروح للحكم الدعوة، وهو كان المسؤولية على مأمور نفوس بصيدا لأنه ما غير، هو تلقائيا لازم يغير مذهب الابن القاصر يتبعه لبيه. نجي لوقت الحكم كمان هيئته تتعرض للضغوطات بوقتها، بيطلع قراره يعني الحكم بيطلع له شيء 30 صفحة، كل المقدمة تبعت الحكم كلها مبينة كأنه أنا ربحان الدعوة وفسخنا له قراره لميشيل مر، ولكن بآخر الفقرة الحكمية بآخر سطر بالرغم من ذلك نقرر رد الدعوة لانتفاء صلاحية القضاء الأحوال الشخصية للنظر بأي قرار يصدر على وزير الداخلية، وبحط بقلبه أنه المرجع الصالح هو مجلس شورى الدولة، مع أنه أنا مقدم الملف مراجعة الطعن بمجلس شورى الدولة وردوا لي إياها لانتفاء الصلاحية تبعيتهم. بقول بعد في عندي مجال بالاستئناف، بطلع على محكمة الاستئناف بصيدا، كان رئيس محكمة الاستئناف بوقتها الدكتور علي إبراهيم، القاضي علي إبراهيم هو ذاته اللي صار مدعي عام مالي، مشهود له بالنزاهة وحرية الضمير والكفاءة. نطلع لعنده نشرح له، بيقول لي ولا يهمك يا أستاذ سعد، قدم الاستئناف عندي وهلأ بننظر بملف الدعوة. بنقدم الاستئناف عنده، المهم بعد شي 6-7 أشهر بيطلع الحكم بيبعت وراي الرئيس علي إبراهيم وبيقول لي نزل على المكتب لحتى تاخذ الحكم. ننزل بيطلع الحكم بيكسر قرار وزير الداخليه ميشيل المر وبيعتبره قرار باطل اصلا، وبيعتبر بما انه مجلس شورى الدوله تخلى عن صلاحيته ساعتها، عمل اجتهاد وقت جوريسدانس جديد صار اول مره بالتاريخ الجمهوريه اللبنانيه بتصير، انه في حال تلكأ مجلس شورى الدوله عن قبول اي طعن او مراجعه باي قرار من اي وزير يصدر عن الوزراء ساعتها فيما يتعلق بالامور الاحوال الشخصيه، لان وزير الداخليه تعدى صلاحياته وتجاوز حدود السلطه تبعه، معناتها اخذت محكمه الاستئناف الناظره بالاحوال الشخصيه اخذت هذا الامر على عاتقها، وبالتالي اصدر قرار ببطلان قرار وزير الداخليه. وشكرناه وقتها وقلنا له هيك بتكون القضاة. طيب يا ريس علي ابراهيم، وهيدي الواقعه عم بقول لك اياها على الهوى وانت بتعرف عن شو عم بحكي، طيب هيدا الموضوع بالتحديد اللي شغلت ضميرك المهني وشغلت كفاءتك وشغلت رجوليتك كقاضي، معقول توصل المواصيل ليك انك تصير مدعي عمالي ولا تتحرك على جرائم اعلنها صراحة على الملأ
وزير المهجرين انه رئيس حكومته نجيب ميقوتي عامل جرائم ماليه ومحول 500 مليون دولار وعامل جرائم اخرى ما بتتحرك، ليش هالقد يعني فزعان من نبيه بري؟ هيدي كانت هاي القصة، معلش ما تاخذوني مع انه امور هيدي يعني، بس انه لازم تنحكى لانه في كتير امور صايرة معي شخصيا بملفات هيك بلبنان، وكان ثلاث ارباع الملفات توصل على دعاوي ضد القضاة. على كل حال بتمنى انه يكون المساج وصل لك يا رئيس علي ابراهيم، وترجع لضميرك المهني ولوطنيتك ولشهامتك ولرجوليتك، وتقوم بواجباتك اللي بنص عليها القانون، ان كان بالنيابه العامه الماليه ولا كان بقانون اصول المحاكمات الجزائيه. نرجع للموضوع الثاني. انا وهلا عم بحضر الملف كرمال الموقوفين بمرفق تفجير مرفق بيروت. هيك شو بتعرفوا، بحس الواحد بالحزن وبالاسى انه في ناس موقوفه، ما يا حرام لك لك حرام، ما لها خصه. بتلاقي مثلا فرقه التلحين اللي اصدر قرار بناء على طلب من النيابه العامه التمييزيه بشخص عويدات، بما انه عم نحكي عن القضاة، بشخص الرئيس عويدات، موقوفين صار له سنتين. طيب كيف اللي لحم توقف وبعده موقوف ظلما، والمدعي العام التمييزي اللي اصدر قرار بالتحليم التلحين بعده حر طليق؟ طيب باي عدل موجود هيدا الخبر؟ لك باي إنسانية كيف قادر تنام على مخدتك يا غسان عويدات؟ ما بدي أحكي لا عن مدير العام الجمارك بدري ظاهر، ولا عن مدير العام السابق شفيق مرعي، ولا عن العميد سلوم مدير رئيس المخابرات بمرفق بيروت، ولا عن كل اللي موقفين، بدي أحكي بس عن هودي اللي لحموا. كيف قادر تنام على مخدتك وإنت عارف إنه القرار اللي انعطى بالتلحيم هو منك؟ يعني المسؤولية المباشرة هي تقع عليك، وهن مسؤوليتهم ثانوية، وهودي موقفين وعيالهم عم يحترق دينك اليوم، وموقفين زورا وظلما وبهتانا، وانت قاعد نايم على مخدتك وولادك موجودين بحضنك، وهن بدري ظاهر ولادهم ومرته وولاد شفيق مرعي وولاد كل الموقفين قاعدين عم بيتحسر ويبكي وبيروحوا بيطلوا على أوضة بيهم كل ليلة وما بيلاقوا بيتهم. لك كيف قادر تنام على مخدتك انت؟ كيف؟ ولما بتسمع صوت الأنين تبع الأولاد بيقولوا وينو بدري، وينو شفيق، وينو سلوم، وينو حسن مرعي، وينو شحادة، وينو بينا؟ ولك انتو المسؤولين بلبنان ليه ما بتحطوا عيالكم مطرحهم؟ ليه حطوهم مرة بس واحدة فكروا فيهم؟ ليه بس هيك غمضوا عينيكم حطوا حالكم مطرحهم؟ شوفوا شو بحسوا. ولي بقي جريمة إلا ما ارتكبت باسم الإنسانية ضد حقوق الإنسان بهيدا الملف؟ يعني عن جد شو بد يعني بيعجز اللسان؟ طيب بعد في اوسخ من هيك؟ بخي هول ملحمين جماعه لا ناقه ولا جمل لالن، جماعه مشحرين معطرين، نفذوا قرار قضائي بالتلحيم العنبر، بيقوموا بيتوقفوا، وانت يا عويدات بتسرح وبتمرح وبتخالف القانون وبتنام وبتبوسوك ولادك كل ليله قبل ما يناموا، ما بتفكر بولادهم؟ ولك هالقد التبعية، هالقد الارتهام؟ ولي وعوه بقى؟ ولي عيب عليكم بقى؟ ولي وعوه؟ ولك الحياة وقفت عز، وقفت كرامة، ولك انطفد على اللي مرتهن لقله، انتفض على نبي بر الامبارح حسن يعقوب بيقول انه بوقت اللي كانوا مقررين يقيلوه لرياض سلامه
انه نزل نبيه بري بالمصايدح بالهليكوبتر على قصر ابو عبده، وهيدي انا قلتها من سنه ونص. والرتش بعده لاحقه لنبيه بري، هو المسؤول من اجل كرهه للعماد عون وكرهه لفكره انه رئيس الجمهوريه يرجع يستعيد صلاحياته، لانه عنده كره للشيعه وعنده كره للمسيحيين وعنده كره للدروز وعنده كره للسنه. ليه اسمه نبيه بري؟ ليه هو مسؤول عن كل مصايب لبنان؟ لانه ينفذ الاراده الخارجيه. وعاء على حالك يا غسان عويدات، بس حط حالك وحط ولادك مطرح ما يلي انت حاططهم فيه لولادهم ولعيالهم. ليه فكركم نحن مع ميشيل عون؟ شو لانه منحب شخص ميشيل عون؟ لا، لانه ميشيل عون بيمثل النظافة وبيمثل القوة التي تريد ضرب هذه المنظومة الفاسدة والشعب الرتش الأهبل اللي عم نضل نحاول نوعيه. رح نضل نوعيه غاشي وماشي. ساترفيلد سنة 2019 شو كان يعمل؟ بيقلن للوفد اللبناني اللي كان عم بيزور الأمم المتحدة، لأنه كان في خطاب لفخامة الجبل بده يلقيه قدام الأمم المتحدة بالهيئة العامة. بيستفرد كذا عضو يلي بده يبعث لي عمله معروف، بعثوا لي على الرقم الثاني لأنه ما عم بقدر أشع بعيد كتير التليفون عني. بيستفرد حدا من أعضاء الوفد اللبناني وبيقول لهم قبل ثورة الزعران، يعني بشهر وشوي، بأول جمعة من أيلول قبل ما يلقي خطابه الشهير لعماد عون واللي على أساسه بلشت الحرب الكونية عليه، بيقول لهم لبعض الأعضاء ساترفيلد والأعضاء كلهم بعدهم عايشين يعني، وفيهم يطلعوا ينكروا إذا أنا عم بختلق هيدا الموضوع عليهم. بيطلع بيقول لهم إنه لبنان على وشك الانهيار، وإنه تفضلوا قولوا لرئيس الجمهورية عليهم القبول بما يعرض بشأن ترسيم الحدود. ورجع من بعدها هوكشتاين الوسيط الأمريكاني شو بيقول؟ لا شركات للتنقيب في لبنان طالما لم يوقع ترسيم الحدود مع إسرائيل بالشروط التي تطالب بها إسرائيل. كلكم بتعرفوها هيدي. من خلال كلام ساترفيلد انه لبنان على وشك الانهيار، ومن خلال زيارة سمير جعجع قبل بشهر من ثورة، يعني بقاب قبل شهر من القاء فخامة الجبل الموضوع امام الامم المتحدة، شو بيصير؟ بيصير في انهيار مالي، بيصير اختفاء للعملة للكتلة النقدية الضخمة اللي أكتر من 150 مليون مليار دولار. هيدا بناء على تهديد من ساترفيلد مباشرة. أكتر من هيك، هيدا التهديد لوين وصل؟ وصل لشغلة كتير مهمة، إنه اللي صار من بعد هيدا التهديد ثورة الزعران والتركيز على رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل هو من أجل ثنيه للقبول بالشروط الإسرائيلية فيما يتعلق بترسيم الحدود. قبل ما يجي الملف لعنده شو صار؟ إذا بيتذكروا الرتش اللي لاحقين نبيه بري، بيطلع قرار العقوبات على علي حسن خليل. بعد تاني نهار شو بيعمل نبيه بري؟ بيعلن عن توقيع او الوصول الى اتفاق الاطار. تتذكروا تاني نهار رجعوا للارشيف، صدر عقوبات على علي حسن خليل تاني نهار. هيدي كانت رسالة لنبيه بري انه انت زلمتنا،
نترق عقوبة لإيدك اليمين قبل ما نترقك إلك العقوبة. انتبه على حالك، تفضل عمول اتفاق الإطار. اتفاق الإطار شو هو يا شباب وصبايا؟ اتفاق الإطار هو اتفاق استسلام للشروط الإسرائيلية عبر الوسيط الأمريكي، وهو تطبيقا للتنازل الذي قامت به حكومة السنيورة سنة 2008 بالتوقيع الترسيم مع أوبروس، اللي تنازلت بطريقة غير مباشرة عن حقوقنا بالمياه الإقليمية. ويلي ما تحرك رئيس مجلس النواب واللي عم بيقول لي انت بتكره نبيه بري، ما بيعني لي شخص نبيه بري، انه المسؤول التشريعي وهو الذي يحاسب الحكومات والوزراء ورؤساء الوزراء على اعمالهم. فهموا يا رتش ويا اغبياء. بيعلن عن اتفاق الاطار، اتفاق الاطار لا حدود بقلبه، لا نقاط ولا مساحات. يعني اتفاق اطار خلص اتفقنا ويلا روحوا وقعوا، وكأنه عم بيصدق الجريمة التي ارتكبها، عم بيصدقها عم بيثبتها، يعني تصديق الشرعي اللي ارتكبها فؤاد السنيورة واللي بعده لهلأ مش محاكم. وقوي بس غسان عويدات اللي هو مدعي عام تمييز، اللي هو بيحاكم العالم كله انه يوقف اللي لحمه واللي هو عطاهم قرار بالتلحين. معلش هوني قبل ما استطرد، يعني بدي اقول له بس شغله. تعرف يا غسان عويدات انه بيك مستحي منك، بيك الرئيس مستحي منك لانه كان رجل متواضع ولانه كان يحترم العداله والعدل، وانا بعرفه شخصيا وفي كذا ملف مرقوا لعنده كانت انا وكيل فيهم. بس هيدي رح اقول لك اياها. نرجع لموضوعنا الاساسي. من بعد اعلان اتفاق الاطار، من بعد ما ترقوا عقوبات لعلي حسن خليل ليوصلوا مساج نبيه بري، انتبه نحن الامريكان نحن معلمينك، نتخلى عنك بتكي وحده ونترقك عقوبات ونمحيك من السياسه. اعلن عن اتفاق الاطار اللي هو لمصلحه اسرائيل كليا، بينتقل الملف بحسب الاصول الدستوريه. هو الملف مش لازم يكون بايد نبيه بري، ولك ما له خصه فيه، صلاحيات هيدي رئيس جمهوريه. كان معتدي على صلاحيات رئيس الجمهوريه لانه عامل حاله، بتعرفوا هو صاحب المقوله الشهيره القضاء للضعيف وليس للقوي. هو قوي، القضاء ما بيلجا للقضاء، ما هو مسح الارض بالقضاء وبالقضاة. بيطلع حسب الدستور الملف لعند فخامه الجبل، مظبوط ولا لا؟ بيستلموا رئيس الجمهوريه. بعد استلام رئيس الجمهوريه، لانه بيعرفوا له ميشيل عون، ميشيل عون ما فيك تجي تهدده، ميشيل عون ما فيك تجي تقول له بعمل عليك عقوبات وقع لنا. جبران باسيل من مدرسة ميشيل عون، ما فيك تجي تقول له يا سفيرة الشيا ويا ساترفيلد ويا هيل ويا هوكشتاين، تجي تقولوا له إذا ما بتعمل مثل ما بدنا بهيدا الموضوع بنعمل عليك عقوبات، وإذا ما بتترك المقاومة بنعمل عليك عقوبات. ما هودي ما فيهم يقولوا له، لأنه هو رجال، هودي رجال دولة، ميشيل عون وجبران باسيل، هودي مدرسة اللي بتصدر من رحمة رجال الدولة بالجينات بيكونوا فيهم قبل ما يصيروا قبل ما يخلقوا. فشو بيعملوا؟ لأنه تلقى التهديد ميشيل عون وتلقى التهديد جبران باسيل، رفضوا لهم، قالوا لهم روحوا بلطوا البحر للأمريكان. شو عملوا؟ أصدروا العقوبات بحق الوزير جبران باسيل، وما عملوها عقوبات فساد لأنه مرتشي، لا، عملوها تبعا لقانون ماجنيتسكي اللي هو خرق حقوق الإنسان، اللي اخترعوا قصة الدعوة بفلوريدا إنه جبران باسيل له قصية بخطف بتوقيف وتعذيب مواطنة لبنانية أمريكية مع جوزة، وشالوا قانون العقوبات، شالوا العقوبات اللي عليه من فقرة من استحضار الدعوة الموجود بمحكمة الفيدرالية بفلوريدا، شالوها مثل ما هي وحطوها على جبران باسيل تبعا لقانون ماجنيتسكي، لأنه مش قادرين يلاقوا عليه. شو الأمريكان مش قادرين يقولوا وين حساباته لجبران باسيل؟ ما هني كل حواليات المالية بالعالم، كل المقاصة بتمرق بنيويورك، يعني معهم خبر شادي والوردي، وجرايدهم بتحكي عن مليارات، مئات 800 مليار دولار من بري لمرته لل 51% لمئات للسنيورة للحريري لوليد جنبلاط لسمير جعجع لرياض سليم، كلهم مفضوحين.
هلا بنرجع لتمثيليه عويدات بالنسبه لموضوع رياض سلامه. بيعملوا العقوبات على الوزير جبران باسيل؟ الفرق شو؟ نبيه بري ما معلمين الامريكان وهو شغيل عندهم، قال لك لا الرساله عم مزبوطه يعني وجهوا لي اياها على علي حسن خليل، معناتها جاي العقوبات عليك، خلينا نمضي مثل ما هي ويلا ونتنازل لاسرائيل. شو نحن رجال دوله؟ ما نحن رجال مزارع، ما انا زلمه ابو شحاطه كنت وكنت نادي على باب العدليه مين عنده قضيه، الله يرحمه الرئيس كمشعون اللي قال له اياها بمجلس النواب سنه ال 84، قال له نسيت وقت كنت تنادي على باب العدليه مين عنده قضيه؟ ما ابو شحاطه كان هو علي حسن خليل. لمناصرين حركه امل سالوا لنا نبيه بري من اين لك هذا؟ سالوا مرته اللي كان هي مسؤوله شركه التعهدات العامه بالجنوب، اللي انا كمان هون معلش رح افتح المزدوجين كمان خبريه صايره معي شخصيا، ابن احد الاشخاص اللي مخلصوا من المحكمه من التوقيف كان عمره 20 سنه يا حرام، طالع من بيروت على القلاعه من عشيه بسيارته على اوتوستراد النبطيه اللي عملته راندا بري واللي بالقانون يا ابن حركه امل يا ابن حركه المحرومين يا اولاد ابناء الامام موسى الصدر الله يوجه له الخير مطرح ما هو، الله يرحمه اذا كان متوفي. ما بحق الا مرته لرئيس المجلس يكون عندها شركات تعهدات لانه هيدا افراق غير مشروع. ابن موكلي طالع بوصل على الاوتوستراد النبطيه بيقلب بجوره بنص الاوتوستراد وبيموت عمره 20 سنه. بدقوا لي عائلته بنقول لهم اوكي بدنا نرفع دعوه على شركه التعهدات العامه. مين بيطلع رئيس صاحبه شركه التعهدات العامه؟ التعهدات العامه راندا بري. بروح بقدم دعوه لانه الشخص المعنوي، بدك تقدم دعوه على الشخص المعنوي لانه قتل الصبي. بروح على المفرزة النبطية هونيك عميد بالدرج بيقول لي شو بك شيء بعلاقتك استاذ؟ انت عارف لمين انا ماني كنت عارف، ما كنت عارف، كنت جاي جديد من مخرج من امريكا وجاي جديد على لبنان وبدي مارس مهنة المحاماة ويا رب التسجيل وكذا ومين قدي يا ارض اشتدي وما حدا قدي انه انا جاي طبق الفكر اللي دارسه انا بكندا وامريكا. قلت له مجبور ادعي على شركة التعهدات العامة منفذة هيدا المشروع ولانه السلامة المرورية ما احترمتها، مثل ما هلا الفنان الراحل الله يرحمه جورج الراسي المفروض عائلتهم تدعي على شركة التعهدات على المقاول اللي هو يقال انه من القوات اللبنانية واللي ويدعوا على وزارة الاشغال وشركة التعهدات. هيك عملت نفس الشيء، قدمت دعوة. قال لي يا استاذ سعد منك عارف لمين هي؟ قلت له لا لمين غير شر. قال لي لا راندا بري. قلت له يمين راندا بري ما كنت بعرفها بعد، كان بال 2001. قلت له لا مين راندا بري؟ وانا عارف مين راندا بري يعني. قال لي مرت رئيس بري؟ ما هي صاحب الشركه. قلت له ايه شو فرقاني معي انا ان كانت مرت رئيس بري ولا ان كان جاي من عند الشيطان، شو فرقاني معي؟ في شاب مات نتيجه اهمال هذه الشركه بدها تدفع الثمن بالقانون. ما كان يقبل الشكوى، رحت عند قاضي التحقيق الاول بالنبطيه. مين طلع؟ محمد بري ابن عمه لنبيه بري. ايه نبيه بري انسان شفاف، ما بيحط عائلته بكل المراكز بالدوله اللبنانيه، هيدا منه افراق غير مشروع، هيدا منه تجاوز لحدود السلطه، هيدا منه استغلال نفوذ لصرفه في السلطه. بيقول لي لا ما بقبل لك اياها، شو انت عم تدعي على الرئيسه راندا بري؟ شو بدنا نعمل؟ وانا ثاقبت كل ملفاتي بلبنان كلها، يا اما بوصل باخرها اتشكى على القاضي، يا اما بوصل باخرها مشكى على وزير الداخليه او على رئيس الحكومه او على رئيس الجمهوريه، مثل ما عملت بمرسوم التمديد اللي وقعه رفيق الحريري خلافا للقانون للرئيس لحود وطعنت فيه. ما حدا تجرأ من هذه المنظومه كلهم سوا اللي سموا حالهم ليحت الشرف من وليد جنبلاط لمروان حمادي لسمير جعجع لكل القرطه هولي، ما حدا تجرأ يقدم طعن بمجلس الشورى الدولي او بالمجلس الدستوري للطعن بمرسوم التمديد الذي صدر خلافا للدستور بناء لاقتراح رئيس الحكومه وليس بناء لاقتراح رئيس الجمهوريه انذاك. انا ادعيت على رفيق الحريري وعلى نبيه بري وبكره بنشركم اياها الدعوه بمجلس الشورى الدولي كرمال
عطل هيدا المرسوم، لانه انا كنت مرشح بوقت على رئيس الجمهوريه وحرموني وانا مش مرشح لاطلع رئيس، لانه بعرف التسويات بلبنان، بس انا بالقانون حرموني من اني اتبوأ مركز رئيس الجمهوريه سنه 2004. فما كان يقبل الرئيس محمد بري اللي هو قاضي التحقيق الاول بالنبطيه، رحت عند قاضي المفرد الجزائي بصيدا، قدمت شكوى مباشره مع اتخاذ صفه الادعاء الشخصي بحق شركة التعهدات اللي هو مديرة من بيت الأسعد واللي رئيستها رندا بري. فالقاضي المفرد الجزائي بصيدا ما استرجى ما يقبله، لأنه قال لك هلأ فادي سعد رح يطلع مع غادة عيد على كان باسم برنامج اسمه برنامج الفساد، بده يطلع ينشرنا، لأنه أنا ما بسكت، أنا مسيق بهيك من أنا وصغير ما بسكت. فبيقوموا بيحلوا، والمهم جنيته كانت للشخص 10,000 دولار، لا مش رياض الأسعد، مش رياض الأسعد، أحلم حتى تفهموا غلط، من بيت الأسعد، نبيل الأسعد بفتكر إذا مش ذاكر اسمه مظبوط، بس مش رياض الأسعد، رياض الأسعد بعرفه منيح كمان لأنه ما قالوا علاقة بنبيه بري رياض الأسعد ولا بيرندا بري، حرام يعني ليش لحتى نحطه بالدق للمهندس رياض الأسعد. فجنيته كان 15 مليون ليرة، المهم دفعوا 40,000 دولار ونحلت القصة، لأنه ما رح يقدر يكفي أكتر من هيك، ما رح يدعي جزائيا على رندا بري، لأنه ما بتعرفوا وين بيصير هيدا القاضي. فليش عم بحكي بهذا الموضوع؟ هودي أمثلي أنا عم بحكيهم بالهوى، هو اللي صايرين معي شخصيا. فبيقوموا بيطلعوا عقوبات على الوزير جبران باسيل، الوزير جبران باسيل ما بيذعن، رئيس الجمهورية لا يذعن ويفرض موضوع استعادة الحقوق والحصاد بموضوع موقف رئيس الجمهورية اللي أكل كل هذه المعارك من خلال هيدا الموضوع بالتحديد، لأنه الأمريكان والإسرائيلية بدهم لبنان يذعن لهذه الشروط، ومشان هيك ما بدهم ميشيل عون آخر في رئاسة الجمهورية، ومشان هيك بيحاربوا مدرسة العماد عون، ومشان هيك بيكرهوا جبران باسيل، ومشان هيك بيكرهوا رئيس عون، بدهم رئاسة جمهورية خزمتشية قوم وقف وقعد وروح روح وتعطى، وبدهم رئاسة جمهورية يوقعوا لمصلحة شو بدل دول برا، بدهم رئيس جمهورية ما ينقب عن الغاز والنفط، بدهم رئيس جمهورية يقول فلتحيا مملكة البعير، بدهم رئيس جمهورية يقول فلتحيا الولايات المتحدة، بدهم رئيس جمهورية يقول فلتحيا إسرائيل، بدهم رئيس جمهورية يقول فلتحيا تركيا، بدهم رئيس جمهورية يقول فلتحيا كل دول العالم ولكن فليمت اللبناني في لبنان، بدهم رئيس جمهورية ما يذكرهم ويهزلهم العصاية، بدهم رئيس جمهورية خانع، بدهم رئيس جمهورية عميل مثل سمير جعجع ومثل ميشيل سليمان ومثل رياس الهراوي، بدهم رئيس جمهورية ذمي حاربوا لمشال عون، ما وقفوا معه الشعب الرتش، رح تدفعوا ثمنها كتير، هيدي مش عند الله، رح تدفعوا ثمنها كتير بالتاريخ اللي جاي. مشال عون هذا الرجل العظيم اللي حلمه يعمل دولة بتليق باللبناني واللبناني يليق بدولته، فكروا انه حطمتوا له أحلمه؟ لا فشرته، بدهم واحد مسيح جوخ، بدهم واحد مثل سليمان فرنجية يطلع ايش بدكم انا بامركم، ايه اعطوني عمولي على هي وافتحوا لي محل بينجو هون واعطوني نمر هون لحتى بيعه، بدهم رئيس جمهورية يتحكم فينا به بري، هؤلاء الزمرة الفاسدة اللي لازم يتخوزقوا باحكامهم على الخزق مثل ما كانوا يعملوا بأحكام بالقرون الوسطى بالمحاكم الأوروبية ومحاكم التفتيش على الخازوق الحديد المنثر المصدي لحتى يموتوا كل تكة، وبعد في حدا من الرتش بيطلع بيهددك، بارح بيبعت لي واحد أوجه بيقول لي بس لنعرف وينك لنتفك تنتيف، ليه روح انت واللي بيشد عم شدك، وانت طبع معراب اعملوا اللي بتعملوه، وانتوا يا تبعون حركة امل اللي عم توصلوا تهديدات بدها تنفرك رقابيكم كلكم سوا، لانه
التاريخ بيقول هيك والحق بيقول هيك. ناس عم بتموت كل يوم بيجي بيعمل لك الحج القاضي، ان كان المحقق العدلي ولا ان كان مدعي عام تمييز بيعمل حج بشو؟ قال ما بدهم يزعلوا اهالي الضحايا. ليش اهالي الضحايا بيقبلوا انه يكون في ضحايا يوميه بملف تفجير مرفأ بيروت؟ انتوا بتعرفوا شو صار فيه لبدر ظاهر؟ بتعرفوا شو صار فيه لشفيق مرعي؟ بتعرفوا شو صار فيه للعميد سلوم؟ بدر ظاهر بعده مدير عام الحالي للجمارك، ما تجرأوا يشيلوه حطوه بالوكاله لواحد تاني. بتعرفوا شو صاير بعيالهم؟ وبيطلع بالاخر المقاول اللي منفذ طريق المصنع حميد كيروز زلمة القوات. فحكينا القصة مثل ما لازم تنحكى، وحكينا انه العقوبات اللي عملوها على جبران باسيل ما اثرت لا على جبران باسيل لا على الوزير لا على رئيس الجمهورية. عمل اللي بيفكر فيه رجل الدولة واللي بيعمل مصلحة الشعب اللبناني ومصلحة الدولة اللبنانية، ولم يتنازل قيد انملي. وكل هيدي الهجومات اللي عم بتشوفوها كلها من اجل ثنينا كمدرسة وثني الرئيس عام. بس لبنان الشريف ما لازم يقبل الا استمرار ولاية عهد ميشيل عون بميشيل عون اخر اللي هو الوزير جبران باسيل. واللي مش عاجبه ما يسمع، يدق راسه بالحيط. مشان هيك نحن بنقول له معك لاخر نفس، مش لانه ميشيل عون نحن بنعبد الشخص، لا فشرته. نحن الشخص ما بيعني لنا، نحن بتعني لنا المدرسه والمبادئ اللي بيستمر عليها واللي عم بيطبقها كل مره. ومشان هيك بنقول له كل اخر فيديو نحن معك لاخر نفس، ونشوفكم بكره الساعه 9:30 مجددا بتوقيت الجبل. انطرونا.